السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكل متابعين قناة وعد الخير. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. النهاردة فيديو جديد وشرح جديد، إزاي تعرف إن قناتك عليها إنذارات ولا لأ. طبعا معروف إن قناتك ليها 3 إنذارات من الفيديوهات اللي أنت بتنشرها. إذا لاقت الفيديوهات اللي أنت بتنشرها حقوق طبع ونشر فبيبعتوا لك إنذار. طبعا 3 إنذارات كفيلين إن هم بيكفلوا ليك القناة. فنخلي بالنا من الموضوع ده ومن الفيديوهات اللي عليها حقوق طبع ونشر، ونخلي بالنا من الإنذارات، ودايما ندخل على الجمايل نشوف في إنذارات جاتنا للقناة ولا لا، لأن بيرسلوا ليك رسالة على الجمايل. وفي نفس الوقت أنت كمان لازم تدخل على قناتك من على جوجل كروم وتعرف إن جالك إنذارات ولا لا، وعندك كم إنذار ولا لا، عندك 1 ولا عندك 2 ولا ما عندكش إنذارات أصلا. ان زي ما قلت لك 3 إنذارات ممكن يكفلوا لك او يكفلوا لك قناتك. تعالوا نشوف الفيديو وهعمل لكم شرح بطريقة سهلة وبسيطة، وازاي تدخل من على جوجل كروم وتعرف ان قناتك عليها انذارات ولا لا. تعالوا بينا نشوف الفيديو. مش هقول لكم، مش تنسوا تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان تكبر بيكم ومعاكم، وان شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم. يلا تعالوا بينا نشوف الفيديو. السلام عليكم، ورجعنا معاكم من جديد، وهنشرح ازاي نعرف الانذارات على قناتنا من فين، من على جوجل كروم، علشان نتأكد ان قناتنا ربما بعد التعب والمجهود بتاعنا ما يروحش هدر كده، نعرف قناتنا عليها انذارات ولا لا. هندخل على القناة من على جوجل كروم كالعادة، زي ما انتوا عارفين وزي ما بتعملوا وزي ما بتشوفوا الفيديوهات على القناة بتاعتكم، وننتظر يفتح معانا جوجل كروم. تمام كده، فتح معانا جوجل كروم. هتختار طبعا تاني خيار تحت الصورة بتاعتك عشان يجيب لك كل الفيديوهات اللي عندك على القناة. وبعد ما يجيب لك كل الفيديوهات اللي عندك على القناة، بتنزل تحت خالص وبتلاقي العلامة اللي هي علامة الضبط دي، وعلامة الرسالة اللي هي تحت خالص في أسفل يمين الفيديوهات، تحت خالص في أول صفحة هتطلع لك اللي هي دي اللي فيها علامة الربح. فيها علامة الربح وفيها التخصيص وفيها تنزيل الموسيقى والإحصاءات والتعليقات والكلام ده كله. هتروح تحت خالص هتلاقي في كده علامتين تحت بعض، هتختار العلامة الأولى اللي من فوق اللي هي المدورة دي، هتضغط عليها علامة سودة. هتفتح معاك القائمة دي بتاعت إعدادات القناة، اللي هي الإعدادات العامة والقناة والإعدادات التلقائية لتحميل الفيديوهات والأذونات والمنتدى والاتفاقيات. لما تظهر معاك القائمة دي تختار تاني خيار اللي هو اسمه القناة، كلمة القناة بتضغط عليها. أول ما بتختار كلمة القناة بتظهر معاك القائمة دي، جايبالك هنا كلمة المعلومات الأساسية والإعدادات المتقدمة والأهلية للاستخدام الميزات. بعد ما تضغط على كلمة القناة يظهر معاك 3 خيارات، هي المعلومات الأساسية، الإعدادات المتقدمة، الأهلية لاستخدام الميزات. هتضغط على كلمة الأهلية لاستخدام الميزات. أول ما بتضغط هنا على كلمة الأهلية لاستخدام الميزات، بيظهر معاك هنا مربعين، هنا بيقول لك هنا يمكنك الاطلاع أدناه على كيفية الحصول على الميزات التي تهمك. وهنا في أول مستطيل من فوق مكتوب فيه الميزات التلقائية، وبيقول لك يجب تحميل فيديوهات وإنشاء قوائم تشغيل وإضافة متعاونين وفيديوهات جديدة إلى قوائم التشغيل. وهنا بتروح كده بتاخد الشاشة جهة اليمين، في نهاية المربع ده بتلاقي زي سهم كده، علامة كده، بتضغط جنب كلمة مفعلة، في كلمة مفعلة باللون الأخضر جنبيها، في كده علامة كده زي سهم الفوق بتضغط عليه. وهنا بيقول لك المتطلبات، يجب استيفاء المتطلبات التالية للاستفادة من هذه الميزات. هنا بيقول لي لم تتلقى القناة أي إنذارات نشطة بمخالفة إرشادات المنتدى. هنا أنا بيقول لي إنك أنت ما عندكش أي إنذارات.
اهو زي ما انتم شايفين المميزات التلقائية اهو. بيقول لك هنا كل المميزات اللازمة لإنشاء قناة على اليوتيوب والودء بتوسيع قاعدتك الجماهيرية، وستكون الميزات التلقائية متاحة للقناة طالما لم يتم أي إنذار بمخالفة إرشادات المنتدى حاليا. وبيقول لك هنا تحميل الفيديوهات وإنشاء قائم تشغيل وإضافة متعاونين إلى قائم التشغيل وإضافة فيديوهات جديدة إلى قوائم التشغيل الحالية. بينصحك يعني إنك أنت تعمل فيديوهات وتعمل قوائم تشغيل، وممكن تضيف متعاونين معاك، إنك أنت تحط حد فيديو لحد عندك في قائم التشغيل، أو حد يحط لك فيديو عنده في قائم التشغيل. حلو كده. والمهم هنا إنه إحنا بيجينا هنا بيقول لك زي ما أنتم شايفين أهو، بيقول لك لم تتلقى القناة أي إنذارات ناشطة بمخالفة إرشادات المنتدى، وكده يعني معنى كلامي مفيش إنذارات عندي أنا على قناتي. كده تتأكد إن قناتك معليهاش أي إنذارات. حلو كده. وهنا عندك ميزة تحت، الميزة اللي تحت أو المستطيل اللي هو اللي تحت، بيقول لك الميزات التي تتطلب إثبات ملكية عبر الهاتف. يعني هنا تثبت تعمل إثبات ملكية للقناة بتاعتك، الفيديوهات التي تتجاوز مدتها 15 دقيقة، والصور المصغرة المخصصة، والبث المباشر، وطلب إعادة النظر من خلال اللي هو هو بيقول لك هنا يجب استيفاء المتطلبات التالية للاستفادة من هذه الميزات. وهنا بيقول لي إثبات ملكية، وأنا عامل إثبات ملكية لقناتي. إذا ما كنتش عامل إثبات ملكية للقناة بتاعتك لازم تعمل إثبات ملكية. إن شاء الله في فيديو تاني هعمل لك إزاي تعمل إثبات ملكية لقناتك. يا رب الفيديو يعجبكم، ويكون الشرح كان سهل وبسيط، وزي ما قلت لكم الموضوع سهل جدا وبسيط جدا. وهقول لكم تاني أهو على السريع الناس اللي عشان ما أطولش عليكم، وهنخش تحت في صفحة الفيديوهات، هنختار العلامة المدورة دي، بنضغط عليها بتظهر لنا القائمة دي فيها الإعدادات العامة والقناة والأذونات والمنتدى. بختار كلمة القناة، بعدين بختار فوق في 3 خيارات، بخش باخد آخر خيار على اليسار اللي هو الأهلية لاستخدام الميزات، بضغط عليه، وبعدين بضغط على المستطيل، في مستطيلين، بضغط على المستطيل اللي فوق جنب كلمة مفعلة كده في سهم، بضغط على السهم ده. وهنا بيقول لي المتطلبات، بيقول لك لم تتلقى القناة أي إنذارات ناشطة بمخالفة إرشادات المنتدى، وكده معناها قناتك ما عليهاش إنذارات. إذا كان عليها إنذارات بتلاقي بيقول لك في إنذار أو في إنذارين أو عندك 3 إنذارات أو بيقول لك لم تتلقى قناتك. يا رب يكون يعجبكم الفيديو، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.